والعدو الإسرائيلي بشكل يعني بتدخل مصري رائع الحقيقة. القتلى كان عددهم كثير جدا، وزعماء من داخل هذه الجبهة اللي بتشعل القتال في هذه المنطقة الحقيقة قتلوا، ولذلك كان هناك ولزاما أن تتدخل مصر. وعلى فكرة الناس لازم تاخد بالها، مصر دورها إيه؟ الدور المحوري الكبير جدا. المشاكل ما هيش مشاكل داخلية فقط، المشاكل أيضا خارجية، وإحنا الجائزة الكبرى اللي كانوا بيحلموا أن تكون من نصيبهم يعني كل الأنظار في محيطنا العربي في مشاكل دائرة. لكن السؤال اللي بيتبادر إلى ذهننا، الفلسطينيين سنوات طويلة في قتال، لماذا لم يكن هناك تعاطف معهم وإعانات وأموال كما حدث في أوكرانيا؟ يعني الموضوع يستحق التفكير بشكل جيد، ولا لأنها يعني دول عربية؟ العروبة مهمة جدا، ودور مصر دور محوري كبير جدا يجب أن نلتفت إليه. مش مسألة إن إيه اللي دخل مصر، ما إحنا عندنا، لا 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 لا، موضوع أبعد من ذلك بكثير، لازم ننتبه ولازم ناخد بالنا بشكل جيد جدا. دي كانت أهم الحوارات التي دارت اليوم في الساحة السياسية، لكن على المستوى المحلي عندنا موضوعين، موضوع رئيسي برضو بيخص الحوار الوطني والجدوى، وما ينتظر الشباب وما تنتظر المرأة وما ينتظر المصريين من هذا الحوار الوطني، وما هي جدواه، وهل بالفعل في خطوات جادة هنقدر نحسها ونستشعرها. واللجنة الاقتصادية كنا نتمنى أن تكون لجان اقتصادية أيضا ومحاور كثيرة، كل ذلك وأكثر هنشوفه في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أما الجزء الأول مشاهدينا فهيكون عن شيء مهم جدا، بتطالعنا الصفحات عبر الإنترنت بشكل كبير جدا عن أدوية أرخص من الصيدليات، وعن إنه تاخد واحدة تاخد عليها اثنين وثلاثة بدون رقابة من أي جهة أيا ما تكون. طيب حد فينا فكر في يوم ان هو يشوف تاريخ الصلاحية، يشوف الأدوية دي ايه، جاية بلد المنشأ ايه؟ ما اعتقدش. ناس كتير بقت التجارة الإلكترونية او الشراء عبر الإنترنت، وتحديدا من ايام الكورونا والوصفات بقى والحاجات الكثيرة ديت بقت هي الصفة والسمة السائدة. حول هذا الموضوع بيسعدنا اللقاء مع الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، وهو رئيس شعبة الصيدليات والمخازن بالغرفة التجارية. أهلا وسهلا دكتور مصطفى، اهلا بيك يا فندم. نورتنا. اهلا بيكي، وانت حضرتك منوره، والساده المشاهدين ان شاء الله. حضرتك بتشتري عبر الانترنت أدوية؟ والله انا عندي صيدليات، فبالتالي انا باخد ادويتي من صيدليات، يعني لو محتاج ادويه. طبعا الشراء عن طريق الانترنت هو مشكله كبيره جدا، ايوه، ولازم كل الجهود تقف وتتحد كل الجهات عشان منعه، لان في خطوره كبيره ما هي جدا الجهات جدا. التي يجب أن تتحد؟ هل النقابة العامة، ولا نقابة الإسكندرية، ولا كل في نقاباته، ولا حضرتك الدور التثقيف التوعوي في وزارة الصحة بشكل كبير، هم عندهم إدارة للتثقيف الصحي، ولا الاستعلامات، ولا الإعلام، ولا الغرف التجارية؟ والله حضرتك انا شايف ان كل دول مطالبين بانهم يؤدوا دورهم. أيوة. طبعا النقابه بتقوم بالكلام ده على وجه الامثل، خاصه نقابه اسكندريه ونقيبها النشيط الدكتور الدكتور محمد محمد انسي، أنسي الحقيقة. وطبعا اشترك معاهم المفروض هيئه الدواء كممثله ومراقبه لشؤون الدواء في مصر. كمان اللي المفروض هي مبادئ، الشراء الموحد، لا، هيئة الدواء هي المسؤولة عن الدواء في مصر. كان الأول سلامة الدواء. سلامة الدواء والتراخيص والمراقبة والمتابعة وكل أي حاجة تتعلق بالدواء. دلوقتي من سنة 2019 هيئة الدواء اتكونت عشان تدير شؤون الدواء في مصر. فطبعا هي جهة رقابية، وفي نفس الوقت احنا عندنا مباحث الإنترنت، عندنا تشريعات المفروض تتعمل عشان تجريم البيع عن طريق الاونلاين.
الحاجات دي كلها، لان في النهايه في خطوره كبيره جدا من وهنقول اسبابها يعني دلوقتي، وهي بتيجي منين؟ بتيجي منين الادويه ومصادرها؟ كل دي حاجات خطيره جدا بتاثر على صحه المواطن، اللي هو في النهايه هو ده الهدف قدامنا، التارجت طيب بتاعنا. انا عايز اسال حضرتك الاول عن المخازن. المخازن اي حد مش صيدلي يستطيع ان هو يعمل مخزن ويبيع ويشتري وتبقى تجاره، بعيدا عن سلامه الدواء ولا الدواء ده منين ولا رايح فين ولا متهرب ولا جاي منين. ليه نقابه والغرفه التجاريه كشعبه ما بتكونش في محاذير مع وزاره الصحه، لان هي اللي بتدي التصاريح انه ما يبقاش القائمين على المخزن، انت مش تجاره، انا مش ببيع مواد كده يعني سلعيه، يعني انا ببيع دواء من الممكن ان يقتل انسان. بالنسبه لمخازن الادويه، ان القضيه دي يعني قضيه تانية طبعا بتصرح بيها عن طريق وزاره الصحه. لازم اللي بيدير المخزن الدواء يكون صيدلي، ومش مسموح له ببيع مباشر للمواطنين، هو مسموح له فقط للبيع للصيدليات المرخصة لها وبفواتير رسمية وبنفس الأسعار، فبالتالي وبتخضع رقابة هيئة حضرتك الدواء. بتتكلم على ما هو يجب أن يكون، لكن ما هو لا كائن هو دي حقيقة، العديد دي من حقيقة. أصحاب المخازن مش أطباء. التمويل مش تمويل صيدلي، لكن هم بيجيبوا صيدلي مدير، وبالتالي هو بيقوم بالعمل، هو العمل عمل تجاري بحت، هو العمل ما فيهوش هدف او ما فيهوش البعد الطبي فيه، هو بالظبط بالتالي بيتاجر في دواء. بالظبط هو للاسف الدوله سمحت بكده ايوه وادت الترخيص بكده، فخلاص اي حد معاه راس مال وعنده المكان المناسب بيجيب الاستاف وبيجيب صيدلي بيعينه كمدير وطبعا في اشتراطات صحيه واشتراطات في المكان. مش هي دي كل القضية يا دي دكتور. على للاسف فكرة الدواء من الممكن أن يخزن لو هو مش محتاج درجة حرارة، يتخزن في أي مكان، هو الإبر وكل هذه الأشياء هي اللي محتاج، لكن مش المكان هو المعيار الأساسي. أعتقد إنه القائم على الأمر كطبيب، على فكرة الطب أو الصيدلة مهنة يا دكتور، هي إحنا بس اللي حولنا الصيدلة لتجارة، لكن زمان ما كانش فيه تجارة، كانت التركيبات والناس تمام، سعيدة جدا وكانت بتؤتي بثمار دي حقيقة، جيدة جدا. دي حقيقة طبعا، بس هو آليات السوق اللي حكمت الموضوع. طبعا الصيدلي كمهنة في صيدليته ليه شقين، شق طبعا طبي ورسالة ومهنة طبعا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت هو في بعد تجاري، لأنه هو بيتاجر بيشتري وبيبيع، فبالتالي المفروض ما فيش بعد منهم يضغط على التاني، طبعا لازم الصيدلي يهيأ له الجو المناسب والبروفيت المعقول اللي هو يعينه على اداء رسالته، لان كل رساله صيدلي على فكره فور فري، يعني الصيدلي لما بيدخل له مريض هو بيقابله، هو بيبقى اول حاجه ستيب في المنظومه، بيتعامل معاه بيرشده للصح، بيوجهه يعمل ايه، يروح لاقرب مستشفى او هو يقدر يسعفه بادويه او ينصحه نصيحه طبيه. ودلوقتي في الكلينيكال من حقه ان طبعا هو دلوقتي طبعا الكلينيكال طبعا ليه دور كبير ودور يعني عظيم يعني طيب في الفتره خليني الجايه. اسال حضرتك بقى يا دكتور، يعني ايه تدوير الادويه؟ هذه كلمه صعبه جدا. انا اعرف تدوير القمامه، لكن تدوير الادويه دي كلمه صعبه جدا يعني. هو للاسف بقى ما انت قلتي تدوير القمامه، هي الادويه المنتهيه الصلاحيه هي اصبحت قمامه. المفروض ان في قرار وزاري صدر اعدامها مش اعدامها، لا، ان الشركات المنتجه والموزعه تقوم بسحب هذه الادويه لخطورتها على صحه المريض في حاله اعاده تدويرها. الصيدلي المفروض انه بيجمع الادويه دي بطريقه معينه ويحفظها لغايه ما تيجي الشركه تستلمها منه وتخصمها من مستحقاته. للاسف في قرار 115 ل 2017 للدكتور احمد عماد الدين راضي وزير وزير الصحه الأسبق، الاسبق، وهو امر الشركات في القرار ده بان سحب الادويه المنتهيه الصلاحيه من سوق الدواء في مصر، ودي سموها ساعتها الوش اوت، يعني هو بيغسل غسيل غسيل السوق من الادويه المنتهيه الصلاحيه، لانه هو عارف دورها، وكانت النقابه كمان كان لها دور في الكلام ده، انها ضغط عليه لان في خطوره من تسريب الادويه دي للسوق. الادويه دي للاسف بتسرب السوق ازاي؟ الصيدلي بيجي يراجع الادويه للشركات، الشركات ما بتلتزمش، بتحط عقبات في سبيل ارتجاع الادويه، اغلب الشركات المنتجه بتقبل على فكره،
بس ده كان زمان كانت العلاقه بين الصيدليه والشركه علاقه مباشره، دلوقتي بقى في وسيط اللي هو المخازن وسائط. دلوقتي بقى في وسيط المخازن وشركات التوزيع هي المتحكمه في الطرفين. وفي كمان يا دكتور ثلاث اربع شركات مصريه كبيره في القاهره سيطرت على السوق ومضت الناس شيكات، والصيادله يعني عندهم مشاكل كثيره جدا، واكيد حضرتك تعلم ذلك يعني. يعني هو بصي حضرتك كعبلوا الدنيا يعني. هو في النهايه يعني عشان نبولوكلايز على القصه والموضوع، الادويه المنتهيه الصلاحيه خطر كبير جدا على صحه المريض في حاله تدويرها. هل الشركات مطالبه؟ مطالبه انها تسحب الادويه دي. هل هي بتسعى لكده؟ لا للاسف. طب الجهات الرقابيه فين؟ ومين الجهه الرقابيه اللي لازم تسحبها؟ هل هي الصحه والاشراف الصحي واللي هي الخاص بالصيدليات اداره للاسف هو برضو القرار هو قرار مش قانون. فالقرار الشركات بتتلاعب بيه بحيث انها تطلع نفسها الاخر ما تاخدش الاكسباير او المنتهي الصلاحيه. ازاي؟ هي تقول لك هات لي الباتش نمبر. طبعا الدواء عشان يبقى اكسباير في الصيدليه هو مر عليه من سنتين لثلاث سنين في الصيدليه، يطلب منك الفاتوره عشان يرجعها. طب عادي، ما الفاتوره عندك. ما اوكي من ثلاث سنين. تاني حاجه ان الباتش نمبر يكون مطابق للباتش نمبر، يعني بيقعد يحط لك عراقيل والاخر خالص يقول لا انا مش هاخده غير نسبه معينه. وبعدين يتعلل بان الشركات المنتجه رافضه دلوقتي قبول المرتجعات، طب خلينا شهرين ثلاثه، بعد شهرين ثلاثه يقول لك ما يعدي على شهرين ثلاثه فمش هقدر اخدها. فبالتالي الشركات الموزعه للاسف كلها بلا استثناء بترفض اخذها بطريقه مطلقه، يعني انا عندي اكسباير المفروض انا جايبه فواتير ورسميه، هل تقدر لا اصل انا مش بوزع الدواء ده دلوقتي. بالتالي هو بيحط لك العراقيل عشان نسبه المرتجع تقل، لان دي هتخسره. طيب برضو حضرتك احنا في حته غائبه، نتيجه ان هو ما بياخدوش والمخازن ما بتاخدوش والوسيط ما بياخدوش فبيتم تداوله ولكن لا بيحصل ما حادث. انا بص دكتور تمام. مش المفروض حاجات كتير، ما أنا لكن احنا بنتكلم في الواقع الاني اللي احنا عايشين ليه الواقع. انا لما صيدليه اقتصادياتها مع محدوده عباره عن مؤسسه صغيره عليها مصاريف كتير والمصاريف بتتعاظم وعنده ادويه تمثل 10 15% منتهيه صلاحيه الشركات رافضه تاخدها. صيدلي اقتصادات الصيدليه لا تتحمل هذا الريسك ولا تتحمل هذه الخساره، فبيعرض عليه بعد كده في بعض الصيدليات مش كل اغلب الصيادله في صيدلياتهم حقيقي ملتزمين بان لا ما يطلعش الدواء ده ولا دي غير للشركه اللي تسحبه منه بطريقه رسميه وبالتالي تقوم باعدامه. لا هو في بقى في ضعاف نفوس في اي مهنه، بيروح التاجر يجي ياخد منه الدواء ده ب 70 80% خصم، فبالتالي بيعوض له جزء من خسارته او بيبدله له ببعض الادويه المؤثره على الحالات الجنسيه بحيث ان هو يعوضه جزء من الخساره. فطبعا في صيادله ما بتتحملش الخساره، في صيادله برضو عشان احنا من لازم نلوم جزء من الصيادله ودول ما يمثلوش يعني 1% او 2%، ولكن في النهايه بتتسرب هذه الاسواق للسوق. للسوق موازي بيعيد تدويرها وتغليفها وبيعها، بيعها فين بقى؟ في اماكن نائيه، في اماكن شعبيه، أو في اماكن بعيده عن الرقابه، او على الانترنت، او على الانترنت. خد واحده وتاخد والثانيه ببلاش يعني لا هو بيدي نسبه خصم طبعا المريض في الحالات الاقتصاديه، في الحاله الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها بياخدها، ما بيصدق يلاقي الدواء بتاعه بخصم صح 15 و20%. طب ازاي جبت ال 20% منين اذا كان الدواء نسبه ركيته 15 و19 من 100%؟ 15% ازاي انت جبت ال 20% اللي بتديها؟ معناها الدواء ده مش صحيح. هو ده اللي بقى المريض اللي لازم يستوعبه وده دور الاعلام. لا انا عايزه اعرف برضو يا دكتور فضل. هو يعني مثلا يبقى فاضل على تاريخ صلاحيته شهر تمام يستعمل ولا لا يستعمل؟ لو فاضل شهر يستعمل بس في نهايه مده الصلاحيه المفروض الدواء لا يستعمل ويتحفظ في مكان بعيد عن المكان. لا هم بيبتدوا يعملوا ده يا دكتور يعني معلش فضل. هما بيبتدوا يبيعوا هذه السلعة قبل تاريخ الصلاحية من ما ينتهي حتى لا يكون لديهم مساءلة قانونية، فأبيها بشهر، أبيها ب15 يوم، أبيها ب10 أيام، أبيها بشهرين، أي ما يكون. 10 أيام و15 يوم مش كافية لأن العبوة تخلص، لكن هو لغاية تاريخه إحنا مرتبطين بتاريخه، يعني السي الدواء بينتهي صلاحيته في شهر 5 مايو.
يبقى المفروض 30 ابريل الدواء ده يطلع من الرف ويتجنب على جنب الارتجاع. طيب اكثر الادويه فيها مرتجع؟ هو كل الادويه لها مرتجع لانها لها تاريخ صلاحيه، فبالتالي اي بس دواء ادويه البرد مثلا والحاجات دي مستخدمه يوميا الناس. طبعا في رننج ايتمز الاساسيه لكن في ادويه برضو حضرتك ممكن، والضغط والسكر كل ده كله شغال، كل دي راننج وما بيبقاش فيها نسبه مرتجع عاليه، ولكن في النهايه في صيدليات بتقف عندها، فبيبقى عنده مثلا اشترى 10 علب فاضل عنده علبه او اثنين، المفروض الشركه تقبلهم منه كمرتجع، هو هيعمل بيهم ايه؟ وما فيش اليات لارتجاعهم. طب الغرف التجاريه وانتم لديكم علاقه بالمصانع ما بتبقاش في حوارات والله يا فندم انتم والنقابه والقائمين على الرقابه، لان الرقابه مهمه جدا، صحه المواطن اهم بكتير قوي من انه يتكسب حتى اي ما يكون. ده طبع طبيعي، واحنا كشعبه اصحاب الصيدليات في الغرفه التجاريه ومخازن الادويه بنعمل اجتماعات، وقررنا دعوه الشركات المنتجه والموزعه ورسلناهم، للاسف ما فيش باور لنا على الشركات. طب النقابه دي النقابه بتحاول طبعا وحاولت كتير. لا النقابه ليها باور عليهم؟ ما فيش باور يا فندم، هو الباور كله الباور كله المفروض في الرقابه. تاني حاجه، احنا دلوقتي من ناشد، احنا داخلين على انتخابات جديده للغرفه التجاريه. أيوة. الاستاذ احمد الوكيل طبعا قامه كبيره في اسكندريه ومجلس ادارته، احنا منين بيهم كشعب انهم يساعدونا في الوصول، لان كل الشركات دي عندها سجلات تجاريه، يعني هي تخضع للغرفه التجاريه، فاحنا من 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 موقفنا وموقعنا في الغرفه التجاريه كشعب تجاريه وشعبه الصيدله، فاحنا عايزين الغرفه تتعاون معانا. الفتره اللي فاتت للاسف الغرفه ما مارستش ضغوط، الغرفه ما مارستش ضغوط على شركات الادويه انها تقعد وتحل معانا، مع ان الغرفه مهم جدا هم كلهم معاها طبعا. يعني الغرفه لهم علاقه باصحاب الشركات، وده اللي احنا بنطالبه بقى من الغرفه في واجب الغرفه ايه معانا في الفتره اللي جايه. هم بيحلوا حاجات كتير من المشاكل، بيبقى اهتماماتهم اكتر طبعا بالتجار، لكن هي دي تجاره بتاثر على الصحه. خليني اسال حضرتك طبعا. اين ذهب الصيدلي الصنايعي في التركيبه؟ انا دلوقتي اعتقد انها اندثرت، يعني بقت ما تكملش واحد يعني الألف. كان زمان والله، يعني رحمه الله عليه اكيد دكتور مزراحي لو طبعا ده محرم بيه كلها كان فهو يعني بقول اسمه لانه طبيب توفى لا الله رحمه الله يعني، فكانت يعني لو الولد ولا البنت عندها اي كحه يقول لك لازم نعمل، هو الطبيب بيكتب المكونات. هي ضاعت من الاثنين على فكره دكتور، ضاعت من الطبيب وضاعت من الصيدلي، لان كان الطبيب بيكتب لك المكونات يقول لك روحي اعملي التركيبه دي في الحته الفلانيه لسقوط الشعر، للثعلبه، لاشياء كثيره جدا. دلوقتي الدكتور يكتب لك التركيبه ما تلاقيش حد يعملها فندم. لا هو في اللي بيعمله طبعا قليله هي خلاص يعني دكتور الصيدليات، مع احترامي يعني انا طبعا الصيادله كلهم حبايبي وناقبهم حبيبي، بس انا افوجئت انهم بيشغلوا ناس زراعه في الصيدليه. هو في مساعد صيدلي يا فندم، لكن لازم كل صيدليه بيبقى فيها صيدلي في كل وقت، وفي لها مدير للصيدليه، وفي كل شيفت في صيدلي. مش دي المشكله، الطبيب ما بيكتبش دلوقتي تراكيب ده، حتى لو كتب يا دكتور يا فندم لا نروح فين التركيبه؟ يعني التركيبه في صيدليات يا فندم لا كتير يعني هو المشكله في ايه؟ ان في صيدليات احجمت على عمل التركيب. ليه؟ ان انا عشان اجيب الكيماويات كلها بتبقى كميه كبيره جدا، صح، ومفيش اقبال عليها، فانا هاجي الحاجات دي بعد سنه هرميها كلها عشان اعمل كام تركيبه في السنه. هل استسهل الطبيب فانصغى له الصيدلي؟ استسهل الطبيب واستسهل الصيدلي الاثنين طبعا. الصيدلي بقى دلوقتي الدواء خلاص في العلبه وجاهز، مع ان التركيبه لها مميزات كتيره جدا، انك ممكن تجمع اكثر من دواء في دواء واحد بدل ما تشق على المريض، وبيكون تكلفتها اقل بكتير من الدواء الجاهز. دكتور وكان شكلها كده بسيط جدا، بتحس ان في يعني حاجه ازازه كده غامقه وفيها حاجه زي الفل كده ومقفوله بحكام يعني كانت طبعا. ولادنا السعال الديكي والكحه وكل ده كان ولادنا، والمغص والاسهال والحاجات دي كلها كانت بتبقى بتراكيب،
وحاجات الجلديه كلها كانت بتبقى بتراكم. ما هو لا دلوقتي بقى التعاقد مع الشركات الادويه بالظبط كده. وده ما هو البيزنس بيدخل في اي حاجه بيفسدها. دخل في المجال ده، فبالتالي الطبيب بيحجم على عمل على طلب التركيبه، والصيدلي مش قادر يوفي ويجيب الكيماويات اللي تلزم التركيب، فبقت مجموعه من الصيدليات فقط اللي لسه مستمره لغايه دلوقتي بتنتج ومعروفه في اسكندريه كلها. حتى نمنع تدوير الادويه. قبل ما نختم كلمات سريعه كده لدكتور مصطفى عن يعني الناس تعمل ايه. اول نخاطب المشاهدين بتوعنا، مهم جدا احنا بنروح ندور على الصلاحيه في الفول وفي السمنه وفي الزيت، ما ندورش في الدواء، هذه كارثه كبيره. هندور في الدواء يا فندم. هو اللي بيعيد تدوير الدواء بيعيد الباك بتاعه وبيعمل تاريخ ثاني كمان. طبعا ده كارثه، ده صناعه. للاسف احنا او يعني طب انا احمي نفسي ازاي يا دكتور؟ المفروض ان في تتكاتف الجهود كلها، يعني الدوله عليها جهود اللي هي ايه؟ عندنا مجلس الشعب بيصدر تشريعات، في صيدله كتير في مجلس الشعب وعارفين المشكله. المفروض ان يكون في تشريع لتجريم ان الشركه ما ترفض تقبل مرتجعاتها. فاجبار الشركه وعمل عقوبات لكده. طيب هيئه الدواء عليها ايه؟ عليها رقابه، هل الادويه بترجع ولا لا؟ هل الشركات ممتنعه ولا لا؟ وبتنفذ القانون. طب الـ 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 الاعلام زي ما حضرتك تفضلتي دلوقتي وبتثير المشكله، علينا دور توعوي للمرضى وللمواطنين. اشتري دواك منين، وما تشتريهوش من اونلاين، وما تشتريهوش من مصادر غير معلومه، اشتريه من صيدليه مرخصه فيها صيدلي وتبقى تثق فيه. واغلب الاحياء عندنا وكل شارع فيه صيدليه، فليه انا الجا لمكان عشان اخد فيه هامش ربح، هامش خصم؟ هل هامش الخصم اهم من الصحه؟ لا طبعا. لا ده تحقيق ده يا دكتور، هو صحته هتتدمر بالظبط، وهيدفع اضعافه. يعني تخيلي دواء فاقد للصلاحيه باخده في حاله طارئه او حتى في حاله عاديه، طب ما انا حالتي هتنتكس واضطر بعد كده اتعالج من التاخير في العلاج. دكتور مصطفى محمود، حضرتك نورتنا وشرفتنا. الله يخليك فندم. اتمنى من كل الناس اللي بتشوفنا تاخد بالها هي بتشتري دواء منين وعشان ايه وليه، ويعود الطبيب مره ثانيه للتركيبات. التركيبات الطبيه كانت حاجه اكتر من رائعه، وكان فيها يعني احساس كده بان احنا مش لازم ناخد كل هذه الادويه، ولكن مافيا الشركات والتربيطات مع الاطباء اصبحت تؤلمنا بشكل كبير. ودي قضيه ثانيه يعني المفروض تناقشوها ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق. فاصل مشاهدينا والحوار الوطني، وما ننتظر ما ننتظر من هذا الحوار. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى